بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التعليق ديالي اليوم على واحد الفيديو الاخر اللي كان تكلم فيه الاخ طالب، وربما هو جبدو في اول مرة، ولكن بزاف الناس ما كيعرفوش الاهمية دياله والخطورة دياله. هاد الفيديو هذا اللي كيتعلق بالوضعية ديال الموظف العمومي والمعاناة دياله، سواء مع المواطن سواء مع الرؤساء دياله. وبما انني سبقني كنت موظف لمدة 12 سنة وعندي والحمد لله من الخبرة ما يكفي ويشط، لا بأس نتكلم في هذه النقطة هذه. قبل من هذه النقطة هذه نتكلم على الأخ طالب. الأخ طالب هذا كتعرفوا بأنه إنسان أدى الثمن ديال التعبير دياله، المواقف دياله، وكيتكلم ظواهر سلبية في المجتمع، ومعروف بالوطنية ديالو، معروف بالغيرة ديالو، معروف بالصدق ديالو، ومعروف بأنه لا يحابي أحدا، والمحنة والتجربة ديالو زادت نضجا على نضج. وكنراق بالقناة ديالو كنتبعها بأن كاين تطور في الأداء وكاين تطور حتى في المضمون، وإنسان يعني إلى حدود الساعة كيتكلم وكيتصرف في إطار الدستور والقوانين إلى غير ذلك، وإن كان كيتعرض بين الحين والاخرى واحد المناورات اللي كتكون ذكيه ولكن هي خبيثه. هاد المناورات هذه هي بعض الناس اللي كيبقاو يدفعوه، هضر في هذه، علاش ما تهضرش في هذه، علاش جبد فلان، جبد كذا، جبد الجهه الفلانيه، جبد كذا، جبد كذا، وبغيناك تهضر لنا في كذا الى غير ذلك. وهذه كتكون نصائح خبيثه، يعني نصائح كتكون هو استهداف مغلف بنصائح. يعني وهنا كنقول بان بركه من الدفع عباد الله يوصلوا للحباسات. هذيك الجهه اللي انت باغي يهضر عليها طالب او غير طالب او الى غير ذلك، قبل ما يبقى الانسان يطلب هذه المطالب، اولا وقبل كل شيء، علاش هذا السيد اللي كيطلب ما يقلبش التليفون ديالو ويهضر بديك الجهه ولا بديك الشخص ولا الله يعاونه؟ يعني اوليو باش يبقى مقابل بنادم يزرف وزيد زيد زيد زيد، شكون اللي خرج على واحد المجموعه من النشطاء من غير هذا الجمهور ديال زيد زيد جيم 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 جيم؟ يعني حتى كيبليوه بواحد النسبة المشاهدات، من بعد عاد كيبقاو الى ما سبيتيش الى ما درتيش الى ما كداشي ما كداشي الله يعاونك. اذا خصك تجي انت في القناة وتصعد وتجبد فلان وتعري فلان وتسب فلان وتشتم فلان عاد باش تسمى بطل. كيقول لك بغيتك دير ليا فيديو ونشوهوهم، كتقول له خويا اسمح ليا، انا ما كندويش على بحال هاد المواضيع، انا كندوي على شي حاجه اللي كتضر المغاربه كاملين. انا من عادتي ما كنناقش اشخاص، انا كنناقش نظام على قدو، وكتحاول تفهمو الا جينا نهضروا على كل واحد بوحديتو ما غاديش نساليو. حنا وإلا قلتي شي كلام موضوعي أو لا كلام كذا، أو لا الإنسان فكر في العائلة دياله ولا فكر في الأبناء دياله أو لا فكر في المصير دياله، هذا كيتسمى إلى غير ذلك. فبركة ما تدفعوا الناس للحباسات. وطالب كنتمنى ليه التوفيق. إذا هذه نقطة أولى. النقطة الثانية هو الأمراض اللي كاينة في الإدارة. فكلكم كتعرفوا بأنه الإدارة فيها أمراض، يعني للأسف هذا المرض ولا متفشي وأصبح يتوارد، أصبح يتوارد. وفي الوقت اللي كنشوفوا بأنه الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والنشاطة وحقوق الإنسان إلى غير ذلك كيتكلموا على تحسين الأوضاع الكبرى، كنجبروا بأن في واحد المجموعة ديال الإدارات ولاو كيتكونوا لنا إلا بغينا نقولوا فريعنات صغارين، فريعنات صغارين. وباقي هادشي كاين انطلاقا من التجربة ديالي. مثلا نتكلم لكم انا مثلا هنا في المكتب ديالي ديال المحاسبة، كيجيو عندي لي ستاجير بزاف. شكون اللي كيصيفطهم؟ كيصيفطهم المعاهد ديال التكوين المهني. اجماع تقريبا بانه في جميع الادارات ديال التكوين بان كاين سوء المعاملة من طرف بعض الموظفين ديال الادارات ديال التكوين. سوء المعاملة من بعض الموظفين والموظفات، وهذه حالات اللي فيها عينتها يعني عن قرب، وكلهم كيتشكاو من هذه القضيه. كيقول بانهم اللي كنبغيو نمشيو للاداره بحال غادي نمشيو في السبعينات الكوميساريه، وهذه حالات كنعينوها. وكيكونوا عناصر لا رجال ولا نساء محطوطه في الاداره، غير من المعامله كيبان لك بان عندهم مشاكل، يا اما نفسيه واما عائليه واما كذا، واما انسان ما عجبوش الخدمه، واما الانسان عنده شي تجربه فاشله الى غير ذلك.
فانا بالاسم هاد الناس اللي تشكاو في المعاهد ديال التكوين المهني خصوصا اللي على حساب الدولة، كنقول لهم الموظف ولا الموظفة اللي عندها مشاكل في الأسرة ديالها او اللي عنده مشاكل في الحياة الخاصة دياله يمشي يفكهم بعيد وما يفكهمش على الطلبة. والموظف ولا الموظفة اللي كيجبر الله بانه راه في شي بوست بانه راه من غيره ديك الإدارة غدا تريب، هذا الموظف واهم، هذا مسكين عايش في الوهم. الإدارة تمشي بدك الموظف والموظفة وبلا به، واللي الموظف ولا الموظفة اللي ما عاجبهش الوظيفة دياله في البلاصة دياله المشكل دياله ما يصفيش على حساب المواطنين. هادوك الطلبة اللي كيمشيو يقضيو المصالح ديالهم في الإدارات خص الإنسان يتعامل معهم على الأقل كأساس أنهم مواطنين. كنشوفوا النهر، كنشوفوا الزجر، كنشوفوا بأنه طلبة كيبقى وقف باب البيرو ساعة وساعة ونص، وبعض العناصر كيلعب، كاين اللي كتهضر في التليفون، كاين اللي كتجمع، كاين اللي الى غير ذلك، وكتهضر معها بالصوت طالع. حالات شفتها سوء المعامله. فالحاجه الثالثه اللي ما كافيهش الخلاص ولا ما كافيهش الصالير ولا ما عجبوش داك البريستيج ديال داك البيرو اللي هو فيه ولا ما عجبتوش البلاصه ولا شي حاجه، المشكل يطلع يصفيه مع الوزاره ولا يصفيه مع الاكاديميه، ما يصفيهش على حساب الطلبه. هذه النقطه الثانيه. النقطة الثالثة اللي غادي نتكلم فيها شنو هي؟ النقطة الثالثة وهو أنه أمراض الإدارة العمومية للأسف اللي زاد في الطغيان ديالها. خلينا من ذاك المسائل الموضوعية والمسائل التاريخية وبأنه كاين كذا وكاين كذا وكاين محاباة وكاين انعدام الكفاءة إلى غير ذلك. اللي زاد كمل هو الممارسات ديال بعض المسؤولين غير الأكفاء اللي تعطات لهم المسؤولية. نتكلم انا غير من المثال ديالي انايا. فانا كيف كتعرفوا راه كنت موظف عمومي ودوزت تقريبا 12 سنه في الاداره العامه ديال الضرائب، دوزتها ودازوا مسؤولين، دازوا مسؤولين خداو المسؤوليه مثلا غير هنا في طنجه. المسؤوليه اللي كان خداها في 2003 كان ديك الساعه المدير الجهوي ديال 2003 ديك الساعه بسبب قله الكفاءه ديالو، وبسبب انه تعطى له واحد المنصب كبر منه، وبسبب بانه الخبره ما عندوش، حاول ما امكن انه يمشي الاداره بواحد الوسائل متخلفه. شنو هي؟ هي زرع الاحقاد. وهذا الاسلوب هذا كان في الاداره في ديك الستينات والسبعينات ديال انه المسؤول باش يتحكم في الاداره خاصو انه يزرع الاحقاد ويزرع الضد ويزرع العكس ما بين الموظفين. هذا يراقب هذا، هذا يبرك بهذا، هذا يحفر لهذا، هذا يكيد لهذا، هذا يوشي بهذا، هذا كذا، هذا كذا، ليته انه تكون غير الامور فيها الصدق. ولكن انتشر واحد الجو رهيب ما بين الموظفين والموظفات. هادو هما الاخطاء الخطيره، وباقى الاداره كتادي النتيجه ديالها الى الان. يعني الموظفين ما كيعيشوش دائما. هنا راه غادي نتكلم وغادي ندافع طبعا على الموظفين، لانه راه ملي شي موظف كيدير شي كعيه راه كلشي كيهضر عليه، ولكن غادي نتكلم انا الجانب الخفي. هنا الموظفين كيعيشوا واحد الحاله ديال عدم الاستقرار النفسي والعصبي، كلشي على الاعصاب ديالو، كلشي عنده ستريس، كلشي راسو كيحرقو، كلشي ما عجبوش الحال الى غير ذلك. شنو هي النتيجه؟ النتيجه ديالها هي انه ديك الزريعه الفاسده اللي كانت كتغرس، الزريعه الفاسده اللي كانت كتغرس ديال انه المسؤول باش يحكم في الاوضاع خصو يزرع الضد ويزرع الاحقاد. وملي وفي البلايص ديال الموظفين وديال الموظفات ما غاديش يخلق الجو الموظف ولا الموظفه ديال انه فاش يخدم في راحته، لا كيدير له الضد ديالو ولا كيدير له العكس ديالو هكا عن عمد، وكيعتبر بانه راه بهذه الطريقه راه غادي يستافد من هذا وغادي يستافد من هذا، وهذا غادي يخاف من هذا وهذا غادي يخاف من هذا. وملي غادي يكون شي عساس على شي ديك الساعه المعلومات غادي تبان، واللي دار شي حاجه خايبه غادي تبان، واللي خبى شي حاجه غادي تفرش الى غير ذلك. النتيجه شنو هي؟ حاله من انهيار العصبي العام ولا كيسيطر على عموم الموظفين والموظفات. هذه هي النتائج الكارثيه اللي ولات في الاداره المغربيه. الاداره المغربيه الا بغينا نصلحوها ما كيكفيش بنايه جديده، ماتيريال جديد، تزيدوا في الصالير، تزيدوا في هذه، تعطيه الحقوق ديالو الماديه والتحفيزات الى غير ذلك. لا، الاداره خصها واحد المناخ نفسي، خاص الموظف والموظفه يحسوا بالانصاف،
خاصهم يحسوا بالاستقرار، خاصهم يحسوا بالامان، خاصهم يحسوا بزاف ديال الحوايج. ومن اللي كنقول انايا هاد الاسلوب ديال زرع الاحقاد راه فيه داخل فيه القضية ديال الكفاءة. فغير من التجربة ديالي انا كان انه العناصر اللي هي جيدة ونشيطة كان كيتم التهميش ديالها لانها كانت كترفض المسؤولية، وكاين حالات كثيرة كيرفض المسؤولية. علاش؟ لان هي يقول كان الا كنت غير مسؤول مع هذا المسؤول اللي ما الكفاءة ديالو زيرو ام ناقص، خليني هاني مع راساتي. لانه هذا كاين مواضيع اخرى، ملي السيد كيقلب على لهنا ولا الموظفه كتقلب على لهنا كتقول لك انا بركه عليا سيدي نخدم الخدمه ديالي ونمشي لداري، اش كيدير؟ كينوضوا كيحطوها في شي اورغانيغرام فوق منها كيديروا واحد ولا وحده اقل كفاءه عن عمد، عن عمد يعني انتقاما. واللي بغى التفاصيل عندي تفاصيل كثيره. هاد الحاله هاد الوضعيه هذه هي اللي خلفت هاد الحالة ديال اليأس والحالة ديال الإحباط وحالة ديال استنزاف المجهودات وفي الطاقات في مسائل نفسية الإنسان محطم، هذه اللي خلفت هاد الحالة. فإحنا باش نتحكموا في الموظفين نبعدوا على هاد الوسائل هادو، كاين وسائل أحسن أننا باش نوصلوا. ولا بغينا نتقدموا نشوفوا التجارب ديال الدول كيفاش وصلت باش ترفع من المردودية ديال الموظفين. كاينه بعض الموظف اللي كتلقاه في وضعيه عاديه ولا على برا قاعد كيجري والعرق وكذا وكذا وعنده المعنويات مرتفعه لانه كيحس بالانصاف وكيحس بالشرف المهني ديال الخدمه ديالو وكيحس بانه تعطى له المنصب اللي كيستحقه وكيحس بانه في واحد البيئه سليمه. وكاينه بعض الموظف تعطيه اللي عطيتي، تعطيه رئيس قيس رأي مصلحة، تعطيه التعويضات خاصة باش يلبس مزيان ويكون دائما أنيق، تعطيه السيارة، تعطيه كذا كذا، ولكن هو دائما محطم وما عاجبوش الحال. من هاد المسائل اللي كتكون الداخلية في كل إدارة. وفي الأخير ما كننساش بأنه راه جميع الموظفين ديال الإدارة العمومية، من واحد ناحية أخرى ما ننساوش بأنه التطور الأداء ديالهم راه ملحوظ، راه ما بقاتش الأمور كيف كانت غير مثلا قبل 20 سنة. يعني راه كاين تطور ملموس في المجهودات اللي كيبدلوها الموظفين، كاين تطور ملموس. وكاين الاستثناءات في بعض الادارات اللي كيكونوا فيها مسؤولين اما الكفاءه كتكون منعدمه او المسؤول او لا الكفاءه ناقصه، واما في بعض الادارات اللي كيكون اهمال في الجانب اللوجستي مثلا الشكل ديال البنايه الماتيريال الناس باش كيخدموا الى غير ذلك. فكيف غادي يدير هذا الموظف اللي كيخدم في واحد الظروف هو كيشوف راسه في واحد الوضعيه انه مثلا المكتب ديال الكاتب عمومي حسب منه او لا شي حاجه. فهذه وعموما المواطنين كلهم خصهم يحترموا الموظفين كاملين. وانا حتى في المهنه ديالي انا ملي كنسرب الناس يمشيو للادارات هذا هي التدريب اللي كندربهم عليه دائما، تمشي للاداره تشوف شي موظف شاعل ارجع، الا كان باقي عندك الوقت طويل غير قلب او لا بدل الساعه الى غير ذلك. والمواطنين ما خصهمش يتجاهدوا بزاف مع الموظفين، ما خصهمش يتنابزوا، ما خصهمش كذا، اللهم الا ثبت بانه شي واحد دار شي حاجه عامدا متعمدا. اما باقي الامور فالانسان خصو عينو ميزانه. فاذا كانت شي حاجه مؤقته عند الموظف ولا الموظفه او لا شي ظروف ديالها، لان حتى هما كتكون عندهم ظروف داخليه، الموظف ما كيكونش مكلف غير مع المسائل الخارجيه واستقبال المواطنين، بالعكس راه كيكون كيخدم استقبال المواطنين زائد المهام اللي كتعطيها له الاداره ديالو داخليه واللي ما كتبانش. المواطن من بعيد كيجي كيجبر الله الموظف راه قاعد كيكتب وقاعد كذا كذا كذا، كيجبر الله بانه بلا شغل، في حين انه هو كيكون جوج طواحين كيطحنوه، كطحنوا المهام اللي كتكون مستعجله خاصو يسر بها المواطن في كل ساعه، وكطحنوا المهام الداخليه اللي كتكون كتعطى له عن طريق السلم الاداري ديالو خاصو ينجزها في واحد الوقت سريع. عموما كاين تطور، ولكن هاد الاستثناءات وهاد البؤر السلبيه راه خاصها تتعالج. واي مسؤول عنده شي اداره ديالو كيف ما بغى يكون في اي قطاع في اي وزاره، خصوصا كنهضر على الناس ديال اللي كيكونوا في الموارد البشريه، انهم يردوا بالهم من زرع الاحقاد والضغائن كاسلوب لوصول المعلومات او للتوصل للحقيقه. والدليل بانه مثلا عبد ربه انايا هاد السياسه ديال زرع الاحقاد شنو عطات؟ عطات بانه كانوا ضحايا،
كانوا ضحايا فقط بمجرد وشايات كاذبة. كيتلبك الإنسان ملف أو لك تلبك له ملف تأديبي أو لا ما هو ما كيسيقش الخبار قاعد مسكين ما عليه ما به تكجيه مسيطة مهيطة نوض طلع البلاصة الفلانية أو لا طلع البلاصة الفلانية أو لا ما نعرفهاش وقع وطلع أهضر معهم. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.